في هذه المستشفى لا تحاول أن تقترب أو تسترق السمع، لأنك ستصاب بالرعب. صرخات تسمع من بعيد، وأجساد منتشرة، ورماد جثث محترقة، وجدار كبير كتب عليه ممنوع الاقتراب، فلا تحاول أن تقترب. كانت جزيرة بوفيليا موضوعاً للعديد من التكهنات والأساطير التي ساهمت في بقائها مهجورة إلى اليوم، حتى إنها لقبت بجزيرة الأشباح، ربما لأنها كانت مقراً للموت. أجل، لقد كانت مسرحاً لتنفيذ حكم الإعدام على المنفيين فيها، كما تم حرق العديد من المرضى وقتل الطاعون في محارق عملاقة، وشمل ذلك عشرات الآلاف من مواطني البندقية الذين نقلت جثثهم إلى الجزيرة. تقع الجزيرة في جنوب البندقية، اعتبرت مكاناً للحجر الصحي للمصابين، فخلال تلك الفترة قتل 160 ألف شخص. يقال إن أكثر من ماتوا تم العثور على طبقات عظامهم تحت السطح، كما أن معظم التراب في الجزيرة عبارة عن رماد بشري. ووفقاً لبعض المصادر التاريخية، كانت الجزيرة في تلك الفترة أيضاً مسرحاً لإعدام المجرمين الذين كانوا يقتلون عادة بالغرق. لكن هذا ليس فقط الجزء الأكثر رعباً من القصة، ففي عشرينيات القرن الماضي تم تشييد مستشفى للأمراض العقلية بالجزيرة، بحيث تم نقل جميع من تم تشخيصهم بمرض عقلي إلى الجزيرة وكانوا يتعرضون للتعذيب. أجرى أحد الأطباء تجارب غريبة على المرضى العقليين، كانت صرخاتهم تسمع، وكان يتم تعذيبهم بطريقة وحشية. في النهاية أصيب الطبيب بالجنون وألقى بنفسه من برج الجرس الطويل في المستشفى، وأشيع أنه تعرض للتعذيب من قبل الأشباح. وعلى الرغم من إزالة الجرس الموجود في البرج منذ عقود، لا يزال السكان المحليون يدعون أنهم يسمعون دقاتها من الجزيرة الوحيدة. وفي عام 2016 تم إنقاذ مجموعة من الرجال الأمريكيين من كولورادو ليلاً من قبل رجال الإطفاء، الذين عند وصولهم وجدوهم في حالة من الصدمة والذعر، لأنهم رأوا وسمعوا كيانات خارقة. في الوقت الحاضر يحظر الوصول إلى جزيرة بوفيليا دون الحصول على إذن رسمي من البلدية، والمخالف سيتم توجيه تهم جنائية له. ومع ذلك يستخدم السياح القوارب الخاصة أو سيارات الأجرة المائية لزيارة هذه الجزيرة الغامضة والمخيفة قبالة الساحل في البندقية. هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم، نراكم في قصة جديدة إن شاء الله.